أهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. النهاردة الأكل معانا بسيط وسهل، بما إن إحنا في أيام الشتاء بنركز شوية في الأكلات، ممكن تكون الفراخ واللحمة والسمك واحد، ولكن طريقة التتبيلة والطريقة بتاعت الطهي نفسها ممكن تدي إيحاء بجو الشتاء وجو التدفئة اللي إحنا عارفينه، يعني تكون سبايسي، يكون واخده فليفر حلو من التوابل زي الفراخ المشويه النهارده مثلا. كنا بنعمل فراخ مشويه على الفحم، نعملها مع البطاطس، بنعملها شاورما، معانا فرخه لطيفه وجميله نعملها النهارده مشويه بالبصل والسماق مع طعم الزبادي. اعتقد ان كده هي بتتكلم عن نفسها. هنشوف نعملها النهارده ازاي بطريقه بسيطه وسهله، ونقدمها مع الخبز الشراك او خبز المرجوك. معانا كبد النهارده، كبد الفراخ بس ما فيهاش قوانص ولا فيها قلوب، انا حبيت ان انا اجيبها كبد وبس. هنعملها النهارده رز بالخلطه. رز بالخلطه ده انا بحبه، وخاصه العشق ما بين الكبد والرز، واخد طعم القرفه، فلفل اسود، ويا سلام قرن فلفل حار كده، تبقى الاكله فيها سنه السبايسي. الحلو النهارده مهلبيه. لغايه دلوقتي بنعمل المهلبيه يا مغازي بتجمد مننا في الثلاجه، بنيجي ناكلها بنلاقيها قاسيه شويه. مهلبيه يعني حاجه حتى ما يقولك دي ايه طريه زي المهلبيه. هنشوف نعملها مع بعض ازاي بالمكسرات. تفاصيل كتيرة جوه الحلقة بتاعتي، خلونا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، ولكن بعد الفاصل في معلومة غير معلومة وكمان أفكار بسيطة وسهلة بتوصلك لسر نجاح الأكلة، حاجة تركاية كده الشيف المغازي بيقشر عليها ويعمل زبط عليها بتخلي الأكلة بتاعتك مميزة. أوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. الطبيعي في خط سير الحلقه بتاعتي وفي تفاصيل كتيره في الوجبه الغذائيه اللي بعملها النهارده. التكلفه واحد، ولكن احنا مركزين على جزء مهم جدا، وهي دي سياستنا وهدفنا في برنامجنا اكله امي، حتى الاسم على المسمى اكله بطعم امهاتنا، ولكن احنا بنجود شويه، ممكن نضيف توابل شويه، نجدد من الاكله، وده مطلوب. فراخ مشويه النهارده بالزبادي بطعم السماق والبصل، هنشوف نعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. نشوف المقادير يا استاذه رحاب بعد اذنك على الشاشه. فرخه وزنها 2 كيلو، 3 كيلو، كيلو ونص، انت كريمه واحنا بنستاهل. معانا من البصل والسماق والزبادي فلفله حلوه، ثوم، والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل، شويه حبهان لطاف، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. تعالوا نبدا الاول نقطع الفرخه كده ونتبلها. بعد ما نتبلها بنخليها على جنب لمده نص ساعة، ممكن يوم كامل، ممكن ليلة كاملة، ما عندكيش أي مشكلة. الفراخ كل ما تتبليها وتحطها في التلاجة أعتقد إن هي بتزداد حلاوة وبتزداد جمال. التوابل عموما والمشويات يفضل تتبلها قبل طهيها جيدا للحصول على طعم مميز جدا. آدي البايركس أو الصينية اللي هنتبل فيها الفرخة، بنحطها قدامنا كده وناخد الفرخة اللطيفة دي كده نعمل لها كوشة. ايه ده، فلفله وملونه وطماطم، حلوه قوي. نمسك الفرخه كده الاول، نشيل العرق او نشيل السلسله اللي هي بتساعد او اللي هي بتعمل عمليه عرقله في عمليه السوى دي، انا اعلمها لك. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بنشيل السلسله بتاعتها، ودي ما تترميش. على فين يا عم الشيف؟ ما تترميش. ممكن نحطها في ميه تغلي على النار، نعمل شوربه لسان عصفور، نعمل صينية البطاطس بالدجاج، الجلد ده كده نشيله. أي حاجة في الفرخة ما يترميش. بوكي جرنية على النار، جزر، كرفس، بصل، ثوم، عظم الفراخ، عظم اللحمة. شفت الفرخة لطيفة ازاي بعد ما قطعتها؟ شكلها حلو. أشيل دي من هنا شكلها يخوف، وأرفع دي من هنا خالص كده عشان الدنيا تبان معانا، وأعلمك ازاي تقطعي الفراخ لما تيجي تشويها. حلو قوي، فرخه هي زي الفل. بنيجي على الفخده دي كده ونفتح الفتحه دي كده من عند المفصل، علي الوليمازه، علشان معانا مشكله لغايه دلوقتي يا شيف، ماما تعمل الفراخ وتبقى طول النهار واقفه في المطبخ وتعبانه، نيجي نلاقي شويه دم ما بين السلسله او ما بين المفصل والفرخه، مش عايزين الجو ده خالص. والتوابل كمان تخش جوه الفراخ. الله. ونيجي هنا كده
حتى الفرخه كمان لما تقطعيها بالتقطيعه دي كده، وانا شغال بالتفاصيل دي، الفرخه بتكبر معاكي لما تستوي، ما بتنكمش زي الكبده كده. الرده لما نيجي نشويها بنعمل ايه يا شيف؟ بنمسك الكبده نحززها بالسكينه ونقطعها بالسكينه، تقوم قطعه الكبده وشريحه الكبده ما تكشش مننا اهو. بص على الفرخه كده مخرجنا الجميل، الاخراج الجميل المميز، نشيل السكينه والبلانشه اللي عاملين لنا مشاكل دول بالدم، ونغير الجلافز بتاعنا عشان نبدا نتبل الفراخ اهو. جيبوا الفرخ، ايه الحلاوه دي؟ الصوره الحلوه مع فرخه متقطعه بشكل هندسي على الشاشه تتحدث عن نفسها. هنعمل التتبيله بتاعتنا كده واحنا واقفين مع بعض، وندرس ازاي نتبل الفراخ، لان الفراخ واحد، واللي بياخدنا من مطعم لمطعم ومن ست بيت لست بيت ومن مكان لمكان ومن طعم لطعم هي التتبيله، لمساتك في التتبيله. تعالوا نشوف الشيف المغازي هيتبلها ازاي واحنا مع بعض كده سريعا. اهو كسروله ازاز، اللهم صل على النبي. اهو وعندنا توم طازه، فلفله حلوه، شويه سماء، اللهم صل على النبي. اهو بصلايه ناعمه، كل دول مع بعضيهم اهو، عصره ليمون حلوه محترمه، اللهم صل على النبي. وهتبل الفراخ دلوقتي بطريقه مميزه جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، شويه عصير ليمون، بنحط على عصير الليمون ده زيت توم، فلفله حلوه. هي إيه الفلفله الحلوه دي؟ هريسه حمراء كده بتتباع في المحلات، ممكن تعملها في البيت على فكره. شويه سماء، ايه السماء ده يا شيف؟ تتبيله لطيفه الشاميه، عنوان المطبخ البيروتي او اللبناني او السوري او الشامي. شويه بصل حلوين كده مفرومين ناعم، عشان مش عايز اشوف البصل بعينيا وانا باكل. زيت الزيتون مع شويه زعتر حلوين، حاجه حلوه. شفت التتبيله شكلها حلو ازاي؟ بتخلي الفرخه لونها لطيف وجميل. زيت زيتون زعتر، اعتقد ان التتبيله دي تتبيله ايه مميزه. الملح بتاعنا والفلفل حلوه، الفلفل الاسود انا بحبه دايما في الاكل، خاصة لما يكون مجروش طازة. يعني ايه مجروش طازة يا شيف؟ يعني مطحون حديث زيه زي الكمون، بتلاقي الفليفر والطعم لطيف وجميل. التتبيلة دي كلها مع بعضيها زي الفل. هناخد الخلطة دي يا شيف، لا 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 مش هتلاقي أي زفارة خالص. الفراخ بعد ما تتقطع بالشكل ده ما تتغسلش، الفراخ تتغسل وهي سليمة. أنا ضد غسيل الفراخ بعد تقطيعها بالسكينة خالص. ناخد التتبيله دي كده اهو. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ شفت التتبيله دي؟ ونسيب التتبيله دي مع الفرخه كده يتعرفوا على بعض، وكل واحد يحكي حكايته. الفراخ تحكي حكايتها وشقوتها، والتتبيله دي برضو تتبيله شقيه، فيها السماء، فيها الفلفله الحلوه، فيها زيت الزيتون، فيها عصير الليمون، فيها الثوم، فيها البصل. زي الفل. تمام، هنخليهم كده على جنب، ونيجي للاهم من ده كله، البصل بتاعنا. البصل هنا هيشارك في تسويه الفراخ. نجيب بلانشه تانيه خالص زي الفل كده، ومعانا من البصل السليم خمس ست حبات. بصل المصري ده جميل جدا، تعالوا نقطعه مع بعض كده جوليان. يعني ايه المصطلحات دي يا عم الشيف؟ يعني شرايح، يعني سلايز. ونشيل الليمون من هنا، ونمسك البصل ده كده نقطعه، ونشيل دي كمان من هنا. حلو، ونمسك البصل ده نقطعه كده، اللهم صل على النبي. الطريقة اللي بتقطعي بيها البصل لازم كله يبقى بحجم واحد. أنا بقى في حاجات بشوفها دايما، ممكن على أوبن بوفيه أكون معزوم، تلاقي مثلا البصل المشوي ده واحدة متقطعة تخينة قوي، واحدة متقطعة رفيعة قوي. الرفيعة قوي دي مستوية، التخينة تلاقي لسه فيها ريحة السنان بتاع البصل ومش مستوية. فأنت تعملي إيه؟ تتحكمي كده في مسكة السكينة وتقطعي البصلة بتاعتك الحلوة أهي. حلوة كمان بصلية، فراخ مشوية
بالبصل والسماء، مدرسة المسخن الأردني، مدرسة المسخن الفلسطيني، مدرسة المسخن العربي. ايه هو المسخن؟ العيش الشراك او خبز الشراك والسماء والبصل وزيت زيتون. البطل في الموضوع زيت الزيتون وبصل وسماء. بيتلف طبعا الدجاج بعد ما يتفرم بالسكينة ويتقطع ويستوي في سندوتشات رفيعة، وتتقطع وتتحط في صينية وتتغمر بزيت زيتون كتير، وفي الآخر ندخل كل ده في الفرن، العيش يتحمر. شفت شوية البصل الحلوين دول؟ بيتكلم مصري اهو. هناخد البصل ده يا عم الشيف بعد التقطيع الحلوة دي كده، اللهم صل على النبي، في كسرولة حلوة، عاملين حفلة احنا على الفرخة. ادي البصل، اللهم صل على النبي، ونحط عليه زيت الزيتون، ونحط عليه السماء زي الفل. فين السماء؟ اهو، الله، هو ده الكلام. زيت زيتون وشوية ملح، غرقوا زيت زيتون. وفي طاسة شديدة الحرارة على النار، الصدمة النارية للبصلة الحلوة دي كده بقى علشان تاخد طعم السماء. الله، شويه الملح الحلوين بالشكل ده كده، شويه الفلفل، ونقلبها تقليبه كويسه قوي مع طاسه شديده الحراره. وما زلت بقول شديده الحراره ليه يا شيف مغازي؟ بتركز على ان هي طاسه شديده الحراره، لان البصل ده لو حطيته في طاسه بارده، طاسه ما هيش سخنه، طاسه لسه هتسخن معايا على عين البوتاجاز، هتواجهنا مشاكل كتيرة قوي. الدنيا هتقوم؟ ليه بقى؟ البصل ده فيه سبحان الله فيه فليفر حلو، والمية بتاعته والسائل بتاعته أنا عايز أستفيد بيه. لو أنت حطيتيه في طاسة باردة على ما تسخن والبصل، هتلاقوا السائل ده نشف، تيجي تاكل البصل ده ما فيهوش أي طعم خالص، تحسه زي التفل. إنما لما يكون طاسة شديدة الحرارة أو زيت شديد الحرارة وتحمر البصل الحلوة دي كده، هتستفيدي بالبيون أو الجوس بتاع البصلة. هناخد البصل زي ما هو كده، يلا حبايبي الحلوين، يلا يلا، الصورة الحلوة مع بصل من أرض مصرية تتحدث عن نفسها. يلا يا عم الشيف، إيه الحلاوة دي؟ إيه الجمال ده؟ زي الفل. ونسيب البصل ده كده على النار، وإذا حبايبي فريق العمل والإخراج عايز يطلع فاصل، أنا جاهز. ايه اللي انت حطيته ده يا شيف؟ نعناع. لا لسه اهو، خلونا ناخد بعضينا. اذا انتوا حابين يا شباب نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف ايه قصه وحكايه البصل بالسماء مع زيت زيتون مع فراخ، اكيد الطعم هنا مختلف. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل سريعا. البصل بيستوي على النار في صدمه ناريه قويه زي ما قلت لحضراتكم، اهو شايفين البصل وريحته الحلوه اهو. لا، عينيا مش هتدمع، انت لو دخلت المطبخ يا مخرجنا يا جميل ممكن عينك تدمع، اما انا لا. زي مثلا لو تلاقي الكهرباء يمسك السلك وفيه كهرباء وانت ما اتكهربتش، لا، هي ايده خدت على الكهرباء، انا عينيا خدت على دموع البصل خلاص. يا نعم. حلو قوي. لا، البصل لو انت مش عايز عينك تدمع تحط عليه توابل يا عم سالم. انت في الاخراج شاطر وانا في المطبخ شاطر وكل واحد في حتته شاطر. توابل مع سماء مع زيت زيتون يا عم سالم عينك مش هتدمع. هنبدا نحط شويه زيت زيتون في الطاسه الحلوه بتاعتنا، وناخد الفرخه الشقيه اللي بتقول ترحمني بقى من الريحه الحلوه، ونشويها. الله، هي دي، تعالي يا حلوه. الله، اهي شفت الفرخة، ده نص ديك رومي مش فرخة، اهي زي ما هي كده يا عم الشيف. الله، اهي حفلة على الفرخة النهاردة. شوية التوابل دول عايزهم انا، ننزل بهم هنا. هو ده. حلوة، خلاص كده انا خلصت.
الفراخ خلصت. ايه خط السير العمل بعد كده؟ الفراخ بعد ما نقلبها تقلبتين، ايه الصوره الحلوه؟ ايه الجمال والحلو؟ ابص على الفراخ ولا ابص على البصل بالخير ارضنا؟ حاجه لطيفه وجميله. بعد كده بنعرفهم على بعض وندخلها الفرن. اما قصه الزبادي دي بعدين وقت التقديم مع خبز الشراك. هنخش على طبق دلوقتي، الرز بالكبد الفراخ او رز بالخلطه. مقاديره على الشاشه، كبد فراخ لطيفه وجميله، رز مصري، شويه قرفه، بصلايه ناعمه، البهارات بتاعتنا. والمقادير على الشاشه مع بوكيه جرنيه على النار مع جزر وبصل وكرفس. حلو الكلام؟ حلو الكلام. مقادير رز بالخلطه على الشاشه. رز مصري، حلو قوي. وايه يا عم الشيف؟ وكبد فراخ ما فيهاش لا قوانص ولا كبد. ولا قلوب. انا مش بحبهم مع الكبد. قوانص وقلوب لوحديها اكله. تحس ان هي قاسيه شويه. ومش بعض فينا ما بيمضخهاش جامد يعني، اما الكبده لوحدها الواحد بياكلها كده بتبقى عامله زي الايس كريم لما تستوي. شايفين البصلية الحلوة؟ نقلب الفراخ اللطيفة دي. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ شفت الشقاوة؟ ايه الشقاوة؟ الله. ناخد البصل ده كده. ركزوا معايا. الله. الله العظيم، بعد الفراخ دي ما تطلع من النار هنسيب الفراخ وناكل البصل الحلو ده. تقطع جوانح، تقطع شرايح، تقطع سلايس. الطاسه دي انا مش هرميها، مش هوديها على الحوض، هستخدمها. خلي بالك. هعمل فيها الفراخ، هعمل فيها الكبد. شفت؟ خلاص. على فين يا عم الشيف؟ يلا على فين اساتذه المصورين حبايبي؟ على الفرن في درجة حرارة 180. اللهم صل على النبي. الطاسة الحلوة دي كده فيها الخبرة الطهوية من البصل والثوم. الله، يلا يا حلوة. بسم الله الرحمن الرحيم. ونسيبها في الفرن كده. بص لي عليها كده، ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ تعالوا مع بعض نشوف كبد الفراخ هنشتغل فيها ازاي. في قلب الطاسة بنحط كبد الفراخ، هي شديدة الحرارة. زي الفل يا عم الشيف. هي دي كبد الفراخ في قلب الطاسه، هي دي شقاوه المطبخ. نحط على الكبد دي زيت زيتون. ده المطبخ، ده المطبخ وشقاوه المطبخ. ما تكركبليش المطبخ حاجات كتيره بقى وانا بعمل اكل وتحسسيني انك انت الشيف المغذى في المطبخ. وتقولي هو معاه مسلاق خالص. هي الطاسه اللي عملت فيها البصله، حطيت فيها كبد الفراخ، ومطبخي بيلمع قدامي ورايق زي الفل عشان الصوره الحلوه في الاخر تشوفيها حلوه. هنزل بالتوابل بتاعتي على الكبد وهي بتتشمع. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ ده الفص الكبده كده له شخصيته. هو ده. تومه. وكعبين زبده. ما انا عايز شويه بيون حلوين للرز. خلي بالك انا كده بجيب بيون. بيون يعني ايه يا شيف؟ يعني شوربه حلوه للرز بتاعي. شفت الفراخ الكبد الفراخ بتستوي ازاي؟ في بهريس حلو قوي. ونسيبها على النار تاخد غلوه. العب العب. بصلايه ناعمه. حلو قوي. ونسيب الكبد تستوي كده بقى توابلها. التوابل بتاعتنا يا عم الشيف عباره عن ايه؟ ملح، فلفل، كمون. اللهم صل على النبي. التوابل اهيت. بابريكا حلوه. واسيبها كده تستوي على النار في السائل اللطيف ده كده. نعم يا عم سالم، لو بتحب الحار تحط فلفل اخضر حار، بلاش الشطه، انا مش بحبها. بحب دايما السبايس يكون من مصدر الارض الطيبه اللي هو الفلفل الحار. معانا منه. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ الحلوين دول هنقطعهم مع بعض كده بالسكينه. اللهم صل على النبي. اخبار البذر جوه ايه؟ نأمن عليه. انا مش بحب البذر مع الفلفل، والفلفل ده بالشكل ده في موسم الشتاء بيبقى قليل البذر. الله، نفس القصه كده. قطع كده
اوعى تعوري ايدك. بتعملي رغيف حواوشي حلو، فلفل حار زي ده كده، بتعملي كبده اسكندراني فلفل حار زي ده كده، اول حاجه ترفع منه البذر، بتعملي شويه كبده زي اللي بعملهم دلوقتي فلفل حار زي ده كده. انصحك يعني ما تستسهليش وتجيب الشطه من عند العطار وتحطها في قلب الاكل، ليها مشاكل صحيه مع كثره الاستخدام، قولون بقى ومشاكل وقصه امساك والجو اللي احنا ايه عارفينه ده كده. البلانشه نظيفه وزي الفل. الله، ونمسك الفلفل ده يا عم الشيف كده ونرصه طبقات فوق بعضه، مش هنقطع كل واحد لوحده، خلاص عدينا مرحله التعليم دي كده اهو، والسكينه الصغيره دي كده اللهم صل على النبي، رفيع كده. نعم يا عم سالم، بلاش الكبه، ما انت لو طحنت الفلفل ده في كبه او مفرمه الميه بتاعته هيبقى سائل معاك، انا عايز شخصيه الفلفل فتقطع له السكينه بالشكل ده كده ما تستسهلش وتحطه في الكبه، العب العب هو ده هو ده. ونقلبهم تاني. فين فين اهي، الله، فين الرز؟ اهدى. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ونقلب كده زي الفل. تسلم ايدك يا عم احمد. هناخد الطاسه دي كده ببركتها كده ونخليها على جنب ونجيب طاسه تانية، ونحط في الطاسه دي يا عم الشيف معلقه سمنه. هشتغل في الرز. ادي معلقه السمنه زي الفل. حلو اهي. وعايز اعمل شويه رز بالخلطه، بحط على السمنه دي يا عم الشيف شويه قرفه ناعمه. معانا القرفه. حلو قوي اهي. شفت بقى شقاوه المطبخ؟ دي قرفه ناعمه لطيفه وحلوه. عايز رز طعم القرفه فيه. معلقه سكر حلوه مع القرفه على النار اهي. معلقه السكر دي مش سكر، ده مش ملح، ده سكر. حلو. اقلب دول كده مع بعض. شويه رز بقى تاكل صوابعك وراه، والكبده بتستوي اهي. ونقلب السمنه او الزبده مع السكر مع القرفه. لا لا لا، مش هحط بصل ولا توم. انا سامع الاستاذ المصور بيقول لي يعني رز بالخلطه يعني بصل، والبصل والتوم في الكبده يا حاج. الخلطه دي لطيفه، دلوقتي هنشوف هتروح على فين. ده المطبخ، انك واقفه عارفه بتعمل ايه. دوبت السمنه مع السكر هيتكرمل هسه، مع قرفه ناعمه، سمنه سكر قرفه ناعمه، الطعم والفليفر دلوقتي هيقلب ريحه الاستوديو. وانا شغال كده مكعب زبده عشان يدينا سرعه في التحمير. ونقلب. اللهم صل على النبي. معانا شويه رز مصري، غسلنا الرز ده مره والتانيه والتالته وصفناه من الميه، ومعانا بالشكل ده كده كانك هتعملي كفته الرز باللحمه الجملي. من اساسيات عمل كفته الرز باللحمه الجملي، الرز يتغسل مره واثنين وثلاثه ويتصفى ويتساب على جنب كده لمده ساعتين ثلاثه اربعه، يتحط في الثلاجه عشان لما تفرميه مع كفته اللحمه الجملي ما ياخدش وقت منك وما يخرص، وتبقاش الكفته فيها حاجات زي الزلط كده وايه وخشنه، تلاقي الرز مستوي مباشره. حلو الكلام؟ حلو الكلام. واحنا شغالين كده بدون معلومات مهمه جدا، كرملت البصل، سوري، كرملت السكر مع السمنه مع القرفه مع الزبده، صوره حلوه على الشاشه ابداعيه. ايه الحلاوه دي؟ كبده بتقول رايحه على فين بعد كده. ننزل بالرز بتاعنا. كفايه دول، كفايه دول. ده هيترمي؟ لا طبعا، تعملي شويه رز بلبن تستخدميهم، تعملي شويه رز معمر تستخدميهم زي ما انت عايزه. نمسك الرز ده نلفه بالسمنه والقرفه والسكر لفه حلوه اهو، وحمصه شويه لان انا فرحان ومبسوط عشان عندي حله على النار فيها بوكيه جرنيه من الجزر والكرفس والبصل جاهزه معايا، ممكن احط فيها رقبه الفرخه، سلسله الفرخه، عظم الفرخه، جوانح الفرخه. شفت البصل؟ الرز بدا ياخد شخصيه اهو.
عينيا. الله حلو قوي اهو. التقليبه دي مهمه جدا اهو. ايه العينيا اهو 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 اهو. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ خلونا بقى ايه نبدا نحط السائل بتاعنا. اللهم صل على النبي. يلا صلي على الحبيب قلبك يطيب. اه يا ويلي يا ويلي. اه 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 هو ده هو ده هو ده. كفايه. والتقليبه الحلوه دي كده. واخد بعضي واجري دلوقتي. قالوا لي لو عايز تطلع فاصل احنا جاهزين ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير. هنرجع بعد الفاصل نعرف الاتنين الحلوين دول على بعض. الرز المصري اللي بيتكلم مصري مع شويه قرفه زبده سكر على النار اداني الطعم واللون، مع كبده لطيفه جميله خدت الفليفر والطعم. ونشوف ازاي الشيف المغازي هيعمل لنا شويه رز بالخلطه بالمدرسه المغازيه. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل بسيطة وسهلة. ممكن الأكلة بتاعتنا ما تاخدش وقت كتير في التسوية وفي التنفيذ، بس طريقة الغرف نفسها بتقول إنك أنت تعبانة على أكلة. أنا عملت شوية رز حلوين بصراحة، واخدين طعم لطيف وجميل أهو. حتى بدأت الإيه أهو، شفت إزاي المية بتاعته تنشف أهو. الرز خلاص استوى، الرز ما خدش وقت كتير خالص. وعندي كبد فراخ في قلب الطاسة. وانا واثق ان الرجاله لما تحب تخش تبين ان هي شاطره في المطبخ تعمل لك كبده اسكندراني، كبده فراخ بالطحينه، وده حلو. يقطعوا السلطه اهي، الكبده جاهزه اهي اهي. هعمل ايه دلوقتي انا بقى؟ هعمل طاجن او هعمل شكل قالب. ما انا كده كده هغرف الاكل، ايه المشكله لما اغرفه بشكل حلو يفتح النفس، برزنتيشن، حاجه حلوه تعبر عن الحب وتعبر عن ان احنا بنحب اسرتنا وبنحب اولادنا. قلب اهو هنحطه كده هنا اهو، وناخد الكبده الحلوه دي كده اللي انا تعبان عليها واحطها في القلب ده كده يا قلبي. حلو قوي. زي ما هي كده. الطاسه دي خلاص دورها انتهى. شفت الجوده؟ زي الفل. حلو. والرز بتاعنا جاهز. اللهم صل على النبي. ناخد الرز ده كده. وبنعمل قلب. وقلب الصغير لا يتحمل عشق الكبدة مع الرز المتكرمل بالقرفة والسكر والزبدة. وهيخش النار وربنا يكفينا شر النار. يتشرب مع بعض كل. هيتغرف ازاي ده بقى؟ حد يبقى عنده الصورة الحلوة اللي في القلب من جوه وما يغرفهاش، القلب ده هيتقلب في سرفيز بعد ما نخلص. تبقى الكبد مع الخلطة الحلوة فوق وتحت منها الرز متشرب وزي الفل. سبحان الله يا شيف مغازي انت نيتك. شوية الرز على قد القالب، لو انا بعاير مش هيجوا كده. لكن الشيف المغازي ما بيشتغلش عيار ليه؟ بعد السنين دي كلها عيار؟ درجة حرارة الفرن عندي 180 يا مصري. وندلعه كده. على فين؟ لا هنطلع الفراخ وندخل ده، او ممكن نشوف الفراخ لسه ما استويتش، فاحنا هنروح عند الفرن دلوقتي يا شباب. يلا بعدينا. افتح يا سمسم. ايه الحلاوه دي يا ابو غازي؟ يلا بص على الفراخ وبص على الرز. اللهم صل على النبي في ارضيه الفرن. يلا مع السلامه. عملت ايه يا شيف؟ لسه الحلقه ما خلصتش، خلي بالكم لسه معانا وقت. هنعمل مهلبيه بالمكسرات. في فراخ في الفرن، في قالب، في كبد فراخ، في تتبيله، في خبره طهويه، في رز واخد كرمله السكر مع القرفه. هنشوف الفراخ نطلعها نغرفها في سرفيس حلو زي ده كده. معانا خبز الشراك. ليه بتقول شراك النهارده؟ لان المدرسه دي مدرسه المسخن، والمسخن ده من اشهر الاكلات في الاردن، والاردن تسمي العيش ده خبز الشراك اللي هو ده يا عم سالم. السوريين يسموه خبز ساج. في السعودية الشقيق يسموه خبز المرجوج أو الخبز الأسمر. حلو. هو ده العيش. هنبدأ مع بعض. يا ويلي إيه الفطيرة الحلوة دي؟ حاضر يا فندم أنا هطلعه والله. هناخد ده كده أهو زي الفل. الله أهو.
بناخد الفراخ بتاعتنا نطلعها من الفرن عشان عايزين نغرف حاجه حلوه وصوره حلوه. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اهو ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. فراخ مشويه بالسماق يا ويلي. هو ده هو ده. ناخد الفراخ دي كده بعد التتبيله الحلوه دي كده، الله، معانا البصل الحلو ده كده، الله. مش انا بقول لحضراتكم هنسيب الفراخ وناكل العيش بالسماق ده. بصل شرايح، خد سماق، خد زيت زيتون، عصره ليمون، بهاراتنا سبايس، هخليه زي ما انت عايزه. ونرص الفراخ كده بطريقه جديده. الله عليك يا عم الشيف، وعليها برضو شويه بصل حلوين كده. ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. اهو لسه ما خلصتش، اصبر على رزقك عشان تاكل حاجه حلوه. هنا بقى التجديد، هنا التغيير. على البلانشه الحلوه دي كده ناخد ثلاث خبزات الحلوين دول كده نلفهم رولز. الكلام ده مش هتلاقيه غير عند المغازي وبس، اهو زي ما هم كده اهو. ونرجع كده بسكينه حلوه زي دي كده يا ويلي. اهو 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 التقطيعه دي مهمه جدا. اهو اهو زي ما انا شغال كده. اهو اهو حلقات حلقات، برجلات برجلات. ناخد العيش ده بعد التقطيعه الحلوه دي كده نحطه هنا كده. يا ويلي عليك يا مغازي لما تشتغل ومزاجك رايق. معانا زبادي ينزل هنا يا ويلي، ونقلب الخليط ده بمضرب صغير. شوفوا طعم السماق بقى، شوفوا الزبادي والخلطه الحلوه دي كده، شفتوا الجو ده كده. انا عارف الاخراج مستعد، الكاميرات الحلوه، الصوره الحلوه. الخليط ده ينزل على فين يا شباب؟ يلا مع بعض كده نخمن على فين الخليط ده كده. حد يقول لي على فين. الله الله اكبر، الله اكبر. ايوه اهو ناخد ده كده. يلا 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 يا عم سالم. هو ده. ايه ده يا شيف، انا اول مره اشوف الاكله دي. صلي في قلبك على الحبيب. اطلع. هو ده، دي فراخ مشويه بالزبادي مع البصل والسماق. ولازم وانتوا بتتفرجوا على الحلقه دي والطبق ده تقولوا حاجه حلوه قوي، حقوق الطبع لدينا وبس. تعالوا نعمل مع بعض طبق مهلبيه جامد جدا. مهلبيه لغايه دلوقتي ممكن ان احنا نعملها تنشف مننا، ما تبقاش لطيفه، بتواجهنا مشكله ان هي بتطلع من التلاجه جامده. نعملها ازاي مع بعض؟ نستاذن فريق العمل، مقادير المهلبيه على الشاشه، نشا، حليب، سكر، مكسرات. الشيف المغازي له مدرسه كده في اضافه المكسرات المهلبيه، بيسيبها تستوي مع المهلبيه على النار تاخد غلوه. برسم لوحه فنيه انا، ما تبقاش الخبره الطهويه وبس، لا كمان تكون فنان. والمقادير على الشاشه، صورها بالتليفون، اكتبيها ورايا زي ما انت عايزه. نشا، حليب، سكر، فانيليا، تنضفي البلانشه بتاعتك، لو لابسه جلافز زي المغازي كده تقلعيه علشان الريحه بتاعه البصل والثوم، تغيري السكاكين، تشيلي كل حاجه لها علاقه ببصل وثوم لان طعم الفانيليا ما بيتفقوش مع بعض. ناخد الطاسه دي نحطها على النار ونشيل ده كده من هنا اهو. تعالوا نعمل مع بعض طبق مهلبيه حلو، ونتكلم عن حاجتين مهمين جدا لغايه دلوقتي ممكن تظبط معاكي وما تظبطش معاكي. ايه هي يا مغازي؟ المهلبيه والرز بلبن. تعملي مهلبيه نصيحه مني، لازم تغلى على النار قبل ما تشيليها، كده اتحكمت في القوام بتاعها. بتعملي الرز بلبن لازم يغلى على النار قبل ما تشيليها، تبقى اتحكمت في القوام بتاعها. بتعملي بشاميل او وايت صوص لازم يغلى على النار علشان تبقى اتحكمت في القوام بتاعها، وهكذا. زي الحليب ما بيغلي كده. معانا نشا
ومعانا حليب، هندوب النشا في الحليب مع سكر مع فانيليا. انا بحب طعم الحبهان مع المهلبيه، السكر ده ينزل كده، فانيليا دي هنا كده، مضرب ما يكونش عدى لا على بصل ولا على توم. وانت عارفاهن في مطبخي كده، ده بتاع الحلويات، بتاع الجاتو، بتاع التورته، مش مشكله لما يكون عندك مضرب متخصص لكده، لان المضرب غير السكينه بيبقى فيه طبعا زوايا بالشكل ده كده، فممكن يكون فيه بصل، فيه توم، فيه ريحه، لانك مش تقعد تغسل سيخ سيخ، خلي بالك. والله الكلام ده انا بقول لكم من قلب ونصيحه يعني، لان ساعات ناكل مهلبيه في ريحه توم وريحه بصل غصب عني. يا حبيبي حبيبي انا صارف يا حاج، تاخد تقول لي غصب عني، عايز اكل حاجه حلوه. شوف المغازي بيتكلم وبيتكلم في كل التفاصيل، مضرب خليه للحلويات، بلانشه لتقطيع الفواكه، سكينه لتقطيع الفواكه، صينيه حلوه لعمل الكيكه، وهكذا. مضرب فين؟ حطيه على النار ونقلب النشا بالحليب. نيجي بقى لمدرسه بتقول ايه؟ امتى احط النشا المذاب بره في حليب او ماء؟ امتى احط الدقيق المذاب بره في حليب او ماء لربط الشوربه او البايت صوص او البشاميل او المهلبيه اللي بعملها او رز بلبن وقت الغليان؟ استنى عليها كده وانا خلصت، وابص عليها. حط لها شويه جوز الهند هنا كده. يا ويلي يا ويلي على الحلاوه والشيف لما يعمل شويه مهلبيه. امهاتنا علمونا نعمل حط الزبيب على الحليب وهو بيغلي. يا ويلي. احط عين الجمل على الحليب وهو بيغلي اهو. احط فستق حلبي على الحليب وهو بيغلي. احط فول سوداني على الحليب وهو بيغلي. يوم كبار السن اللي هم الخير والبركه وهم سر وجودنا على الحياه، لما ياكلوا من المهلبيه دي ما يحصلش مشاكل صحيه في السنان، وانت كمان لما تاكل منها واولادك خاصه الصغار الاطفال اللي لسه بيسننوا، هتكون المكسرات هنا نتيجه غليانها على النار ووضعها دابت شويه وتهرت شويه وبقت طريه. ما ينفعش لما اجي اكل مهلبيه الاقي اسناني بتتكسر مع شويه فول سوداني حطاهم. عامله لك يا حبيبي ما ام علي بالمكسرات ما انت بتحبها، انت بتاذيها يا حاج، خلي بالك. ولو حماتك عندك بقى تروح لدكتور السنان بقى تحجز لها شهر بقى تعالج ايه اكله رز بلبن بالمكسرات. حاضر يا فندم. حلو الكلام زي ما انا بقلب كده. خلصت المهلبيه اهي. ايه الحلاوه دي؟ في ثانيه، في هسه خدت القوام اهي. شويه دول كمان عايزاهم اهو. شفت ليه انا بقول في وقت الغليان؟ خلصت المهلبيه يا شيف، نشيل ده من هنا عشان وقتنا خلص والوقت الحلو بيخلص بسرعه. بتكونوا قاعدين مع ضيوف حبايبكم كده وناس انتوا حابينهم، بتلاقي العاده عدت بسرعه. نطلع الرز. عينيا يا فندم. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد ده كده، لسه ما خلصتش، ونقفل الفرن بتاعنا ده كده، ونجيب طبق التقديم الحلو ده كده. تعالى يا طيب. والرز ده كده اللهم صل على النبي. ونجي هنا كده، عاملين حركه لطيفه زي دي كده، صل على الحبيب قلبك يطيب. ونجي كده عاملين الله اكبر. تعالوا نغرف الرز بعد ما نروق الدنيا دي كلها من هنا. يا الله، والسكينه الحلوه دي كده تشارك هنا كده من مصروف البيت اللي بتاخديه. هتجيب شويه اكسسوارات حلوين، سكينه حلوه شوفي نفسك بيها كده وانت بتقطعي حاجه حلوه، قالب زي ده حلو كده على شكل قلب. والمناسبات الحلوه، عيد الزواج، عيد الحب، عيد ميلاد، مناسبه حلوه عملتي قالب اهو ما كلفش ثلاثه تعريف. هي كبد الفراخ في الثلاجه والرز المصري. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ والجرنش بتاعنا، البرزنتيشن بتاعنا، جوزك بيحب الحار ما تحرمهوش اهو، فلفل حار ده كده، طماطم الشير الحلوه موجوده في كل محلات الخضار اهو. شفت الجو ده كده؟ الجو ده هتلاقيه فين؟ عندك وبس اهو. تعالوا مع بعض نغرف المهلبيه زي الفل
ادي المهلبيه بتاعتنا اهي. الله اكبر، مهلبيه بالمكسرات، والمكسرات غليت على النار، والمغرفه اللي هنغرف بيها المهلبيه ما عدتش لا على بصل ولا على ثوم. الله الله على الحلاوه اهي اهي. حذاري حذاري يشيط منك الرز بلبن والمهلبيه، ملهاش علاج. الرز لو شاط له علاج، اكله شاطت لها علاج، اما مهلبيه ورز تشيط ملهاش علاج خالص. اه الله، كله على مسؤوليتي. طعم الزبيب مع اللوز مع البندق مع جوز الهند مع عين الجمل، الله اكبر. ممكن تزينها على فكره بشوكولاه، ولادك بيحبوا الشوكولاته حط شويه كاكاو على الوش او صوص شوكولاته عادي. ولادك بيحبوها بالفراوله زينها بالفراوله بعد ما تطلع من الثلاجه. الله اكبر، روق مطبخك كشيف. حلقتنا النهارده فيها تفاصيل كتير، فيها خبره طهويه كتير، فيها كلام كتير عن الابداع وانك تكوني واثقه من نفسك، ده مهم جدا. شويه جوز الهند كده اهو، يبقى جوز الهند جوه وبره، والزبيب جوه وبره. حتى الزبيب بينزل جنب الكاسه بيدي شكل ده اهو اهو اهو، شفت الشكل ده كده؟ انا بحب الحاجات دي اهو اه. زي طبعا اللي الاطباق الغربيه لما يزينوها بالايه؟ بالفواكه جنب الطبق اه. في بندق بندق هنخليه اهو، ولا يهمك ست الكل اهو. ده الفواكه دي كده اهي لطيفه حلو، ده زبيب اهو اهو كده، ده شكل جديد اهو. جنب الحلويات دايما لما تقدميها كده تحط الزبيب، تحط اللوز، تحط عين الجمل، الشكل اللطيف الجميل ده كده بيدي انطباع حلو. اه والله العظيم اهو، شفت الطبق ده؟ المطبخ اهو، موضوع مختلف اهو. بس طبعا لما تكون على السفره بتاعتك او على طبق التقديم الصينيه، بس احنا بندي علامه يعني. مطبخنا النهارده فيه رؤيه، فيه فن، فيه ابداع، فيه بساطه، فيه سهوله، فيه خبره طهويه. بتكلفه قليله جدا قدرنا نعمل سفره دجاج مشوي بالبصل والسماء، والزبادي حطيناه ازاي، والعيش الشراك او خبز الشراك معانا، قلب من الكبد الفراخ مع رز بالخلطه، شويه مهلبيه حلوين بيتكلموا مصري في قلب الاستوديو، لطاف وجمال. انا شخصيا بعد ما تخلص الحلقه هاكل واحد. رؤية فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.